ذكر عرش الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من 20 موضعا، ووصف الله تبارك وتعالى عرشه فقال: ذو العرش المجيد، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. هذا الكلام لم يعجب معمم الشيعة، فخرجوا علينا بكفر جديد، زاعمين أنهم هم من يخلقون عرش الله. المعممين في الحسينية يقولون أن هذه المجالس الحسينية تصنع عرشا لله. نعوذ بالله من هذا الكفر. الحسين يصنع هذه القلوب، هاي مجالسكم تصنع هذه القلوب. المجالس الحسينية تصنع عرش لله عز وجل. المجالس الحسينية تصنع عرش لله عز وجل. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه العقيدة الوثنية، ونسألك بأسمائك الحسنى أن تنير بصيرتهم إلى التوحيد. عمائم مزيفة.